الباحة جنة السرات الساحرة وحديقتها الباهرة، عليك سلام الله يا باحة الندى ورحمته كلما تم الإمام وسلم. تقع على سفوح جبال الحجاز في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة، وساكنتها تزيد على نصف مليون نسمة، وهي مدينة معشوقة السكنى طيبة المأوى. يحدها من الشمال والغرب مكة، ومن الجنوب والشرق عسير، ومن بعيد إذا أنوارها لمعت حسبتها لؤلؤا في الجيد قد جمعا. يسكنها أبناء شنوءة غامد وزهران، جمرتان من جمرات العرب، أشباه موسى عليه السلام، أجمل الناس وجوها وأفصحهم منطقا. دخلت الباحة تحت الحكم السعودي عام 1338، وتأسست كمنطقة إدارية في عهد الفيصل رحمه الله. من أشهر أعلامها الطفيل وأبو هريرة الدوسيان، وابن مسروح وأبو ظبيان الغامديان، والفراهيدي إمام اللغة وأم رومان. ومن مشاهيرها اليوم العلامة الكناني، صاحب معجم رواة الأحاديث الأماجد، من علماء زهران وغامد، شيخ نبيل ومحدث جليل. وبها قرية ذي عين، أحد أهم المعالم الأثرية في الجزيرة العربية، تميزت بشكلها الهندسي البديع وموقعها المنيع. وفيها العقيق، أحد الأعقة الأربعة في ديار العرب، عرج بنا صوب العقيق فأهلها نعم الرجال ونعم ذاك المنزل. هذه هي الباحة على عجالة، يفنى الكلام ولا يحاط بوصفها، أن يحيط ما يفنى بما لا ينفد. السلام عليكم.